بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أطلق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ملتقى الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة في الجمعيات التعاونية، وأجمع المشاركون على أهمية توفير الدعم اللازم لذوي المشاريع الصغيرة وتذليل العقبات أمامهم نحو تحقيق فرص استثمارية ناجحة. انطلقت فعاليات ملتقى الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة في الجمعيات التعاونية، والذي ينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمشاركة عدد من المهتمين في هذا المجال. وأكد أمين عام البرنامج فوزي المجدلي أن الجهاز وفر كل الإمكانيات لدعم الشباب المبادر ذو المشاريع الصغيرة، مشددا على أهمية إزالة كل العقبات والصعوبات التي تواجه المبادرين بالتعاون مع أجهزة الدولة. البرنامج يسعى في عدة وسائل لمساعدة ودعم الشباب إذا كان يحصل لهم لوظيفة، أو من خلال وسائل مثل دعمهم من خلال امتلاكهم لمشاريع صغيرة. الجمعية التعاونية تعتبر هي مركز تسوق يعني للدولة، فهذا هو المجال الخصب للمشاريع الصغيرة في عدة مجالات، في عدة لكل فئات المجتمع وكل قطاعاته. من جانبه، أشار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبد العزيز السمحان إلى دور الاتحاد في دعم أصحاب المشاريع من خلال تسويق منتجاتهم في الجمعيات التعاونية نحو تحقيق فرص استثمارية ناضجة لأي مشروع صغير. هذا أول مشروع احنا يعني نلتقي فيه وماشين في العمل عليه، وان شاء الله يعني راح يرى النور في القريب العاجل من خلال وجود الشباب في الجمعيات التعاونية وتقديم المنتجات الخاصة فيهم. يذكر أن الملتقى تتخلله جلسات نقاشية حول الفرص الاستثمارية ودور الجهات الحكومية في دعم المشروعات الصغيرة وتجارب شبابية ناجحة في هذا المجال.